يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على فكره ازاي يبقى السيستم بتاعي الديستريبيوت سيستم بتاعي يبقى فول تولرنت عن طريق ان انا بزود الكومبوننتس وبضاعف عددها على حسب السايز بتاع السيستم اللي انا متوقعه ونوعيات الفولتس اللي انا عايز اتولريت ات. انا عايز السيستم بتاعي يفضل شغال تحت انهي ظروف، تحت ظروف الكراش ولا تحت ظروف الاربيتري فيليرز اللي هي قد تكون اوميشن او تايمينج، ولا تحت ظروف البيزنتاين فيلير. ووصلنا للمعادلات كي بلس 1 2 كي بلس 1 و3 كي بلس 1. طيب الحقيقه هنا انا عشان اقدر اعمل الكلام ده زي ما قلنا انا النهارده ايه بقى اللي انا بعمله؟ انا بديزاين حجم السيستم، بحدد انا محتاج ايه الليميتيشنز اللي موجوده عندي عشان اقدر اوصل لهذا الكلام، ايه النيدد عشان اوصل لكونسنسس لو انا عندي اربيتري فولتس، وايه اللي بيحصل لو الجروب حصل لها بارتيشننج. برضو من الحاجات المهمه جدا ان انا ممكن انا ببقى باني السيستم وفجاه يحصل ان الجروب يتقسم لتو جروبس، يعني يفقد الكوميونيكيشن ما بين كل الممبرز الموجوده في الجروب، فيبقى الجروب ده نفسه بقى تو جروبس. فالنهارده بدل ما كان جروب فيه 10 سيرفرز بقى تو جروبس فيه كل واحد فيهم 5. طب انا كنت عامل له ديزاين انه لو فيلد 3 يشتغل انه 3 كي بلس 1، النهارده الخمسه دي لا، لو فيلد واحد تحت البيزنطاين فيلير هتبقى مشكله في كل جروب. يعني انتوا واخدين بالكم يا جماعه انا بتكلم في ايه؟ خلينا اجيب بس القلم بسرعه كده ونشتغل على الجزء ده. مش عارف القلم بس بتاعي راح فين. اوكي فدلوقتي خلينا نقول ان انا كان عندي سيستم الكي بتاعتي كانت بتساوي 3 وانا شغال تحت البيزنطاين فيلير، فانا محتاج 3 كي بلس 1 يعني محتاج 10. فانا عملت سيستم مكون من 10 في 1 جروب اوكي وبيكومينيكيتوا مع بعض. تمام، حصل ان السيستم ده حصل له بارتيشننج بقى 5 و5 اوكي. هنا لو طبقت على الجروب الخمسه ديت انا عايز 3 كي بلس 1، هنا الكي بتساوي كام؟ كي لو ب 2 3 في 2 ب 6 زائد 1 7 ما ينفعش، كي ب 1 يبقى هنا كي ب 1 مش كده؟ نفس الحكايه هنا 5 بقى الكي ب 1. يبقى السيستم كله على بعضه كام كومبوننت يفيل ويفضل شغال؟ 2. فبدل ما كان السيستم بيسبورت فيلير او بيزنتاين فيلير لثلاثه سيرفرز او ثلاثه كومبوننتس، نتيجه البارتيشننج بقى بيسبورت 2 بس. فاهمين يا جماعه الجزء دوت؟ فالبارتيشننج الحقيقه من الحاجات المهمه جدا اللي برضو لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل الديزاين بتاعنا. طبعا زي ما قلنا هنا انا النهارده عشان اعمل كونسنسس زي ما قلنا انا محتاج حتى لو حصل فيلير ان مجموعه من الكومبوننتس توصل للكونسنسس او توصل للاتفاقيه ان هي تديني النتيجه بشكل مظبوط عشان السيستم يفضل شغال. طبعا على حسب بقى انا شغال سينكرونس ولا اسينكرونس، انا المسج بتاعي اوردرد ولا ان اوردرد، انا شغال يونيكاست ولا مالتي كاست، في الاخر بيطلع لي وهل الكوميونيكيشن ديلي ده باوندد ولا انباوندد، في الاخر بيطلع لي مجموعه من الايه من اللي اقدر اعمله. فانا النهارده لو انا سينكرونس اوكي اقدر اعمل الفيلير تولرنس باي نوع من انواع سواء كان ان اوردرد او اوردرد باوندد او نون باوندد. طيب لو كان المسج بتاعتي اوردرد كمان ممكن اشتغل على الانباوندد، لكن لو كان اسينكرونس انا مش هقدر اشتغل الا على الاوردرد مسجز فقط لا غير. الحقيقه هنا في ثيري مهمه قوي اللي بنسميها الكاب ثيري. تمام، هنا بتقول ايه بقى؟ بتقول ان any networked system providing shared data can provide only two of the following three properties. تمام، يعني في الاخر انا لو انا عندي networked system، نتورك سيستم ديت فيها شيرد داتا زي مثلا الدي ان اس او زي الديستريبيوتد فايل سيستم او اي او الويب، دي في الاخر دي كلها عباره عن نتورك. تمام، تصل بتبروفايد شيرد داتا بحيث اقدر اكسس شيرد داتا ديت. السيستم ده كان بي ديزاين تو بروفايد اتنين بس من دول، ما ينفعش اعمل السيستم بتاعي لتلاته.
السيستم يا اما يبروفايد كونسيستنت داتا بحيث ان انا في ات اني تايم لما اريكواير او اريكوست داتا من السيستم والداتا دي ريبليكيتد دايما هيجي لي النتيجه الصح. فلو حصل ابديت الابديت ده هيبروباجيت على عدد من المنظومه او عدد من الكومبوننتس بتاعه المنظومه بحيث اضمن دايما ان لما حد يعمل كويري تجي له النتيجه السليمه ما تجيلوش حاجه كاشد من قبل كده. حاجه تانية ان السيستم يبقى افيلبل ان انا اضمن ان السيستم ساعه ما اطلب منه سيرفيس يديهاني. حاجة التالتة ان السيستم يبقى tolerant to partitioning. حقيقة الكاب ثيرم بتقول ان انت you can never design a system for the three at the same time. انت ممكن تخلي السيستم consistent وavailable او available وpartitioning tolerant او consistent وpartitioning tolerant. لكن ما ينفعش تعمل التلاتة في نفس الوقت. طيب. انا النهاردة عشان اقول ان انا السيستم بتاعي is fault tolerant جزء مهم جدا ان انا اعرف اعمل failure detection ان انا detect ان حصل failure. فالنهاردة ازاي اقدر ادتكت ان البروسيس او السيستم فعلا crashed. يعني ما هو ممكن على فكرة ان انا اعتمد بس ان انا ما جاليش الريسبونس ده في احتمالات كتير قوي. يعني انا النهاردة خلينا اقول ان انا عندي دلوقتي ادي البروسيس P1 بتكلم البروسيس P2 ببعت request وبستنى response. الريسبونس ده ما جاش. ايه الاسباب؟ ممكن P2 crashed. ممكن الكوميونيكيشن delayed. ممكن النتورك disconnected. ممكن الريكوست lost. ممكن الريسبونس هو اللي lost. ممكن الريكوست هو اللي ديليت. ممكن الريسبونس هو اللي ديليت. في اسباب كتيره جدا 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 ممكن تخلي ان انا بعت ريكوست وما جاليش الريسبونس بتاعي. يعني انا في الاخر انا بعت ريكوست وما جاليش ريسبونس. زي ما قلنا مثلا افتح الويب براوزر واخش على ويب سايت واستنى حبه كده وما يجيليش. خلينا ناخد اكزامبل احنا عارفينه. تمام؟ خليني اشير كده الايه؟ الفول سكرين. ولكن أنا عايز أخش على السايت اللي اسمه medium.com. أنا بدخل دلوقتي على الويب سايت دوت وميديوم ده أنتوا عارفينه زي حاجة زي السوشيال نتورك كده. تمام؟ وأنا بحاول أخش عليه. أنا دخلت أهو على medium.com ومستني. وفي الآخر ما جاليش ريسبونس. تمام؟ والحقيقة بيقول لي هنا إيه؟ بيقول لي إن medium.com unexpectedly closed the connection. ويقول لي حاول إنك تتشيك الكونكشن ولا تشوف إن في مشكلة في البروكسي ولا الفاير. قول ولا run the Windows Network Diagnostic. هو قعد شوية وفي الآخر كان إن الايرور اللي جاله connection reset. الحقيقة هنا أنا I can detect إن حصل failure. يعني البراوزر هو جوجل كروم بتاعي طلع لي فعلا مش عارف يوصل للسايد ده. بس الحقيقة هو مش عارف الفير ده نتيجة ايه. حد يعرف الميديم اللي احنا مش عارفين نوصل له؟ هو بلوجد في مصر. بلوجد في مصر بالظبط كده. فانا ممكن اقول الله ده الويب سايت بتاع ميديم واقع. الحقيقة مش واقع. مين قال انه واقع؟ هو السايت ده بلوجد لسبب ما. الجهاز تنظيم الاتصالات واخد قرار انه يبقى بلوجد محدش يقدر يدخل عليه. فالنهاردة عشان أنا أقدر أعرف إذا كان السيستم ده actually crashed ولا لأ ما ينفعش أعتمد إن أنا ما جاليش response within a time. فالحقيقة أنا هنا عندي general model. تمام؟ لازم كل process يبقى فيها failure detection module. البروسيس ديت بتبروبوز another process for reaction. لو ال Q reacts هنا بنقول إن Q ديت alive by B. لو Q does not react within a time units هنا بنقول ان Q suspect ان ايه ان B suspect ان Q is has crashed. تمام؟ وهنا الحقيقة مع الوقت خلاص في السينكرونس سيستم suspected crash معناه non crash. يعني طالما سينكرونس وفي connection مفتوحة ورايحة جاية يبقى في ده non crash. لكن الحقيقة on the practical failure detection الموضوع ده مش سهل. طيب ازاي نقدر نعمل الكلام ده؟ ازاي اقدر ابني سيستم اعتمد على الريلابيليتي فيه؟
ممكن من الحاجات ديت ان كل شويه بنسميها الهارت تو بيت او البلينك تو لايف، او تعرفين حتى دي كان زمان في الاجهزه الالكترونيه زمان تلاقي في ليد كل شويه عماله تنور وتطفي تنور وتطفي، اللي هو دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها الهارت بيت، اللي هو ايه انت يعني محاوله تقليد. الواحد لما بيجي مثلا شايف شخص مثلا عايز يعرف الشخص ده مغمى عليه ولا لا قدر الله توفي لا رحمه الله، بيشوف نبض بتاعه، يقيس النبض او يحاول يحس بصوت ضربات القلب بتاعته. لو ما فيش ضربات قلب يبقى الايه؟ يبقى الشخص ده حصل له يعني ما بقاش موجود. فممكن هنا يبقى احد الحاجات اللي نقدر نقول ان السيستم كله على بعضه بيقدر يتكت الفيلير، ان كل كومبوننت ليه هارت بيت ممكن تعملها برودكاست كل شويه بشكل ولا اخر. تمام. طيب النهارده لو بي قعدت فتره ما بتسمعش من كيو الهارت بيت، بي هتسسبكت ان كيو از كراشد او فيلد. لكن لو حصل بعد كده ان جالي مسج هستوب السسبكتنج اوف كيو وببتدي انكريز التايم اوت بتاع الهارت بيت دوت. تمام. لو حتى لو كيو از نوت كراش بي ويل كونتينيو سسبكتنج ان هي كراشد. طيب النهارده طب انا اقدر اعمل بيه مثلا ايه؟ يعني انا النهارده مثلا زي ما قلنا واحده من الاركتكتشرز اللي بنبنيها، يعني اتكلمنا بشكل جنرال عن الفيلير والفولت ديتكشن والفولت توليرنس. تمام. لكن تعالى نتكلم دلوقتي على لو حصل ان انا عايز اتكلم على سبيسيفيك موديل. احنا عارفين ان الريموت بروسيجر كول واحد من المودلز المشهوره اللي بنستخدمها عشان نبني بيها ديستريبيوتد كومبيوتنج سيستم ونحقق فيه الترانسبيرنسي، وكلمنا على الار بي سيز وكلمنا على التفاصيل بتاعتها والبروكسيز والستوبس وما الى ذلك. تعالوا نشوف بقى في يعني تطبيق الكلام الحلو اللي احنا خدناه ده البرنسيبلز اوف فيليرز تحديدا على الموديل بتاع الار بي سي او الريموت بروسيجر كول. طيب النهارده لو انا مادي سيستم مبني على الريموت بروسيجر كول، ايه اللي ممكن يحصل غلط؟ ممكن الكلاينت يبقى ان ايبل تو لوكيت ذا سيرفر، انا مش عارف اوصل للسيرفر نتيجه مشكله في النيمينج او في الدي ان اس، او انا ما عنديش الاند بوينت بتاعته. ممكن الريكوست مسج من الكلاينت للسيرفر از لوست، ممكن السيرفر كراش افتر ريسيفنج الريكوست، الريبلاي مسج من السيرفر للكلاينت لوست، او الكلاينت كراشز افتر سيندنج ذا ريكوست. دي الخمس حاجات اللي ممكن تحصل في الريموت بروسيجر كول. طيب احنا عندنا الحقيقه تو ايزي سوليوشنز. الحاجه الاولانيه لو انا مش قادر الوكيت السيرفر اريبورت باك للكلاينت، اقول له دايما الدي ان اس في الاخر يقول لك ايه؟ يقول لك يو ار ال انون، السايت ده انون. ودي موجوده حتى لو انا مثلا قلت ان انا عايز اقول مثلا ان انا عايز اخش على ويب سايت اسمها this system is fault tolerant by x dot AI مثلا، كتبت اي حاجه. تمام. هيقول لي والله did not match any document suggestion and so on. هو الحقيقه مش عارف يوصل لاي سيستم خالص. يمكن هنا اهو خلينا مش عارف احط سبيسز ليه، انا حطيت سبيسز. اوكي مفيش، السيستم ده مش موجود، حطيته كده اهو، مفيش حاجه اسمها كده. فانا بيريبورت يقول لك والله انا مش لاقي، فده سهل. تمام. الريكوست از لوست، عندي تايم اوت. التايم اوت ده لما تايم اوت هيبعت مره ثانيه وخلاص. تمام. طيب دي الحاجات اللي هي البسيطه اللي هي اذا كان الريكوست لوست او الانيبل. الحاجات بقى اللي بعد كده هي الايه؟ هي اللي صعبه. انا بعت الريكوست وجالي اكنولجمنت الريكوست وصل بس السيرفر كراشت. انا بعت ريكوست وجالي اكنولجمنت والسيرفر رد عليا وبعدين الريبلاي هو اللي حصل له لوست. انا بعت وجالي اكنولجمنت والسيرفر رد عليا بس قبل ما استقبل الرد الكلاينت نفسه هو اللي كراشت. ثلاث حاجات دول الحقيقه يعني اصعب في الهاندلنج من الاثنين الاولانيين. فهنا فور اكزامبل مثلا لو حصل ان السيرفر هو اللي بيكراش، انا بعت ريكوست بيريسيف واكسكيوت وريبلاي فحصل ريبلاي. طيب حصل كراش سواء بعد الاكسكيوشن او بعد الريسيف. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ من وجهه نظر الكلاينت هو كده ما شافش ريبلاي، لكن من وجهه نظر السيرفر الحقيقه الاثنين دول مختلفين. ليه بقى؟ لو السيرفر استقبل الريكوست وعمل اكسكيوشن والسيرفر ده كان ستيتفول، بمعنى ان الاكسكيوشن ده غير في الستيت بتاعت السيرفر وبعدين السيرفر عمل كراش. تمام.
هنا الكلاينت ما جالوش ريبلاي، بعد شويه السيرفر ده اتعمل له ريستارت او قام، هبعت ريكوست تاني فما فيش مشكله. هيبتدي المشكله هتظهر امتى بقى؟ لو كان الريستارت بتاع السيرفر بيرجعه عند الستيت اللي كان واقف فيها، هنا الستيت فول سيرفر الكراش لو حصل بعد الاكسكيوشن يعمل مشكله، لان انا في الاخر بعد شويه الكلاينت هيبعت لي نفس الريكوست تاني، بس انا هكون غيرت الستيتس بتاعتي. دي مشكله كبيره جدا. طبعا المشكله دي مش هتظهر لو كان الكراش قبل الاكسكيوشن، تمام؟ وطبعا هنا لازم ناخد بالنا ان هنا بقى هنهندل الكلام ده ازاي. لازم يبقى عندنا ريبليكيشن ديتكشن، ان لازم السيرفر يديتكت اذا كان الريكوست اللي جاي له ده ريبليكيتد ولا مش ريبليكيتد، هو رد عليه قبل كده ولا ما ردش عليه قبل كده. لو تفتكروا كان ده بيستخدم كمان في الريبلاي لوسز، بتبقى واضحه قوي ان السيرفر مش كراش، ده الريبلاي هو اللي حصل له لوس. وزي ما تفتكروا كنا عالجنا ده في التي سي بي ازاي يا شباب؟ فاكرين لما كان الكلاينت يبعت مسج والسيرفر يرد، بس الرد هو اللي يحصل له، هو اللي يحصل له لوس او الاكنولجمنت. كان الكلاينت بيبعت المسج مره تانية، السيرفر كان لازم يديتكت ان هنا حصل ريبليكيشن عشان ما يستقبلش المسج مرتين، ما يبعتهاش للسوفت وير مرتين. كان الكلام ده بنحله ازاي؟ عن طريق ايه؟ اللي بيخلي السيرفر يعرف ان المسج اللي جايه دي ريبليكيتد، الريكوست ده ريكوست متكرر. السيكونس نمبر، سيكونس نمبر، كان لازم يبقى فيه سيكونس نمبر. السيكونس نمبر دوت ده اللي بنسميه اللي هو at most once semantics ان السيرفر guarantees it will carry out an operation at most once. والثانيه طبعا for reliability اللي هي at least once، ان انا على الاقل اكون رديت على واحد منه. الحقيقه الفولي ترانسبيرنت سيرفر ريكفري از امبوسيبل. احنا قلنا المشكله ان السيرفر بعد ما يقع احنا محتاجين نعيد تشغيله مره تانية. الحقيقه ده امبوسيبل ان انا اعمل الكلام ده بشكل 100% ترانسبيرنت، لان الكلاينت دايما هيعرف ان في مشكله في السيرفر نتيجه الديلي، او السيرفر بيكراش، او ان الريسبونس بيرجع لي مره تانية بعد تاخير. نفس الكلام للوست ريبلاي مسج، هنا لازم ناخد بالنا ان اللوست ريبلاي مسج ان الكلاينت هيحاول يبعت المسج مره تانية عشان يحقق الريلابيليتي، فلازم السيرفر ياخد باله من حته الريبليكيشن عن طريق سيكونس نمبر او غيره. الكلاينت لو كراشد بقى، ان هنا السيرفر دوينج وورك وبعدين بيهولد الريسورس فور ناثينج. فور اكزامبل البراوزر فتح بيرزيستنت كونكشن. فاكرين البيرزيستنت كونكشن في ال HTTP يا شباب؟ مين فاكر البيرزيستنت والنون بيرزيستنت؟ البيرزيستنت الاش تايم تو ليف، ثاني عكسها. لا مين فاكر في ال HTTP البيرزيستنت والنون بيرزيستنت؟ البيرسيستنت مش بحتاج ابعت كونكشن كل ريكوست، ببعت مره واحده في الاول وبعد كده ببعت الريكوست كلها. طيب الكلاينت بيعرف السيرفر انه عايزها بيرسيستنت ازاي؟ في الهيدرز اللي بتبعتها في اول ريكوست بيكتب فيها ايه؟ في حاجه اسمها كيب الايف او حاجه زي كده. كيب الايف. طيب النهارده تعالوا نفترض ان الكلاينت بعت للسيرفر كيب الايف مسج وكراشت، السيرفر هيعمل ايه؟ هيفضل محافظ على الكونكشن، صح؟ وبالتالي هو حاجز ريسورس وحاجز في الميموري بتاعته، بس الكونكشن دي يحصل في ايه؟ بعد شويه لازم تقف. عشان كده كمان هنا بقى كمان السيرفر اللي بيشتغل بستيتفول او بيشتغل ببرزيستنت كونكشن او ما يشابهها، هو كمان بيحط تايمر، بحيث انه لو فاتح ريسورسز للكلاينت بيقعد مستنيه شويه، لو حصل ان حصل تايم اوت بعد شويه بيقفل الكونكشن ويشيل الايه الحاجات الموجوده، لان هنا الكلاينت كراشت. طيب برضو من الحاجات بقى الاساسيه عشان اخلي الار بي سي بتاعي ريلايبل، ان انا بدل ما اعتمد على وان سيرفر اعتمد على مالتيبل سيرفر، بحيث ان السندر اللي هو ممبر في جروب معينه بيبتدي يبعت ريكوست، الريكوست ده بدل ما بيروح ل 1 ماشين بيروح لتو ماشينز او اكتر، وبيستنى الريبلاي بحيث ان لو في واحده كراشت يقدر يستفيد من الثانيه. فهنا دي برضو باي ريدندنس. زي ما قلنا من الحاجات المهمه جدا 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 في الفيلير فكره الريكفري،
فالنهارده لو في سيرفر فيلد او كومبوننت فيلد المفروض تريكفر من غير ما تعمل مشاكل. فلو هتريكفر لو في حاجه في الستيتس المفروض ان هي تتغير بتتغير. طب لو حاجه لوست لازم ياخد باله ويعمل تايم اوت ليها. فالحقيقه هنا بنستخدم في نوعين من الريكفري. في حاجه بنسميها الفورورد ايرور ريكفري، هنا ان انا لما السيستم يريكفر يحاول يوصل للنيو ستيت اللي السيستم كان كونتينيو الاوبريشن. الباكورد ايرور ريكفري ان يبرينج السيستم باك تو اتس بريفيوس ايرور فري ستيت، يعني برجع للسيستم مطرح مكان واقف. طب دي بتتم ازاي يا جماعه؟ طبعا دي معناها ان السيستم كل شويه لازم يستخدم فور اكزامبل مثلا permanent storage، كل شوية بيخزن فيه الستيتس بتاعته بحيث لو كراش دي يرجع من النقطة اللي واقف عليها. احنا غالبا بنستخدم الباكورد ايرور ريكفري لان الفورورد ايرور ريكفري اصعب بكتير. فالباكورد ايرور ريكفري فكرته ايه؟ ان كل السيستم ما بيوصل عند نقطة هو عارف انه ستيبل فيها بيعمل حاجة اسمها تشيك بوينت، بيخزن كل الحاجات ديت للتشيك بوينت. حد جرب قبل كده السيستم ريستور بتاع الويندوز؟ هيا شباب حد جربه؟ طيب خلينا اقول لكم ايه السيستم ريستور ده. شايفين الشاشه بتاعتي مش كده؟ شايفين الشاشه بتاعتي يا شباب؟ تمام تمام. في عندي هنا حاجه اسمها سيستم ريستور ريكفري اوبشن. طيب انت لو حصل انت وانت بتشتغل على الجهاز بتاعك وحصل ان انت نزلت درايفر مثلا فالجهاز بتاعك هنج او بطل يشتغل او واتيفر، المفروض ان بعض البرامج بالذات الدرايفرز والابديتس بتاعت الاوبريتنج سيستم لما بتنزل على الويندوز بيجي قبل ما ينزل الابديت الجديد بيعمل حاجه اسمها تشيك بوينت او ريستور بوينت. تمام. الريستور بوينت ديت بيبقى السيستم واقف عند نقطه هو ضامن انه شغال فيها. لو حصل ان عندك كراش بتيجي تقول له انا عايز ريسيت الكمبيوتر بتاعي دوت، تمام، وارجعه يا اما اري انستول الويندوز او ان انا اعمل ادفانسد ستارت اب او ان انا فيكس بروبلم بشكل او باخر. في هنا حاجه اسمها سيستم ريستور، انا بس عايز ادور عليها. سيستم اهي، تقدر تعمل حاجه اسمها كرييت ريستور بوينت. انت عارف دلوقتي ان السيستم بتاعك ده شغال وما فيهوش اي مشكله خالص، فانت بتقول والله انا دلوقتي ايه، انا عايز اكرييت ريستور بوينت، فانا عايز الريستور الريستور بوينت بتاعتي فين، واقول له والله انا عايز اكونفيجر ان انا هحط مش عارف اشغل السيستم بروتكشن مش عارف ايه، واقول له اكريت ريستور بوينت بحيث لو السيستم بتاعي كراش ده او بعد كده حصل فيه اي مشكله ارجع تاني اقول له انا عايز اعمل سيستم ريستور واختار الريستور بوينت اللي انا هشتغل عليها. دي موجوده جوه الويندوز اوبريتنج سيستم. النوع ده اللي بنسميه ايه؟ اللي بنسميه باكورد ايرور ريكفري. انا بيبقى السيستم عندي في مرحله ما ضامن ان هو سليم، بعمل له تشيك بوينت ان هو سليم 100% بحيث لو حصل مشكله في الاول ارجع للستيت ديت. ودي ممكن تبقى ستاتيك او دايناميك او اعملها مانيوالي او بتتعمل اوتوماتيك بشكل او باخر. ده البراكتيكال واي اوف ريكفري او الفيلير ريكفري. من الحاجات المهمه جدا ان انا برضو اعمل مسج لوجينج، كل مسج تجيلي اعمل لها لوجينج واسجلها واشوف انا جاوبت عليها ولا ما جاوبتش عليها، بحيث لو جات لي مسج متكرره اشوف انا المسج اللي جات لي قبل كده ديت ممكن هنا، وبالتالي طبعا بحتاج سيكونس نمبر وما الى ذلك بشكل او باخر عشان اقدر اعمل هذا الكلام. احنا يا شباب كده خلصنا او عدينا بسرعه على الفول توليرانس في الديستريبيوتد سيستم. هيمكن الشابتر فيه كلام اكتر من كده، فيعني انتوا محتاجين تقروه وتبصوا فيه بتفاصيل اكتر على قد ما تقدر. احنا كده خلصنا الكورس بتاعنا. السبت الجاي انا مش انا عارف السبت الجاي مش هتكون الامتحانات بدأت، فانا الحقيقة يعني مش هبقى عامل محاضرة، لكن لو عايزين حاجة ريفيو او حاجة انا ما عنديش مشكلة، اتفقوا بلغوني لو عايزين نعمل محاضرة زيادة او في حاجة فيها نعملها question and answer session نقدر نعمله الاسبوع الجاي، لكن احنا كده خلصنا الكورس بتاعنا. احنا لحد دلوقتي خدنا 5 chapters. الحقيقة في 3 chapters في الكتاب اللي هما كانوا النيمينج وشابتر 5 و6 و7. كان من ضمنهم شابتر 5 اللي هو النيمينج. انا اي ريكومند ان انتوا تقروا الشابتر بتاع النيمينج حتى بعد
بعد الامتحانات يعني. انا مش هداخل في الامتحان، لكن الحقيقه احنا كنا اتكلمنا عن الدي ان اس كفكره في النيمينج قبل كده. يمكن الموضوع هنا بقى فيه دايناميك نيمينج، انا ما تطرقتش ليه نتيجه الوقت، لكن الحقيقه هي نقطه مهمه ممكن تبقى مهمه لحضراتكم ان انتم تقروه. فيعني لكن هو مش داخل معنا في الامتحان. احنا معنا 5 شابترز من 1 ل 4 وشابتر 8. حد عنده اي سؤال او استفسار يا شباب في الكورس بتاعنا؟